مبشرة نصرانية تسخر من إنسان لمجرد أنه مصاب بمرض، والعياذ بالله من طريقتها ومن أسلوبها، ونحمد الله على نعمة الإسلام. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مبشرة نصرانية تتكلم عن إنسان مصاب، هذا الذي ترونه في الصورة، مصاب بمرض البرص، مرض يجعل شعره يعني فاتحا جدا ويجعل لون بشرته فاتحا جدا. هذا مرض يصيب الإنسان، لا دخل للإنسان فيه، لا ذنب للإنسان فيه، الإنسان لا يختار أن يصاب بمرض. فلا تقتضي الأخلاق الحميدة فضلا عن النصوص الدينية، لا تقتضي أن تبيح لنفسك أن تسخر منه بمرضه هذا. فسأسمعكم كلام هذه الإنسانة. واحد أبرص، شيخ أبرص، طبعا هي قالت أنه شيخ، ما أدري هل هو شيخ. هلأ هو هذا بحد ذاته أنا قلت لهم زبلوا ليه، هذا الولد نجس، حكمت عليه بالنجاسة. لماذا؟ يعني أنا ولا ممكن ألفظ حتى اسمه على تميل هذا الأشكال بالعهد القديم. تقول هذه الأشكال، ماذا تقصد بهذه الأشكال؟ تقصد كما ستقول هي بعد قليل الذي أصابه البرص، يعني المصاب بمرض هؤلاء كلهم لهم حكم عندها في العهد القديم كما ستقول، كلهم يشملهم حكم واحد أنهم أنجاس. حاشاهم طبعا، أنا لا أقول ذلك وأستنكف، وديننا علمنا أن لا نفعل مثل هذا، ديننا علمنا أمور سأذكر لكم شيئا منها. الرسول صلى الله عليه وسلم حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا قال لصحابي آخر يا ابن السوداء، عيره بأن أمه سوداء، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا كبيرا جدا وقال أتعيره بأمه؟ لا يجوز، لأن أمه سوداء أن تعيره بأن أمه سوداء هذا أمر ممنوع. وقس على هذا، تعيره بمرضه، تعيره بشكله الذي خلقه الله عليه، وليس له ذنب بشكله، لم يختر. هذه الأمور التي لا خيار للإنسان فيها لا يجوز أن تعيره بها، هذه أمور ممنوعة في ديننا. شوف الكرامة التي عندنا في ديننا، الكرامة التي للإنسان في ديننا، وانظر ماذا تقول هي عن كتابها. على تميل هذا الأشكال بالعهد القديم كان محتاج أنه يروح يعزلوه برا من نجاسته، ومحتاج لسنين ولمعجزة ليطهر. هي إذا بيطهر ليه؟ لأنه أعطانا الرب الإله دلالة عنهم هدول أنه بيكونوا نجسين من جوا، فالرب الإله سمح بضربة برص لحتى تعكس النجاسة جوا نشوفها نحن برا. إذن هي تقول إن هذا المصاب بالبرص في عندها في كتابها المصاب بالبرص، إذن حاشاهم طبعا، وأنا أعتذر، والله أعتذر لكل مريض ولكل من أصابه شيء لا يحبه، أعتذر منه، لكن أنا فقط أنقل لكم كلامها وأنقل لكم ما تذكره عن كتابها. هي تقول إن المصاب بالبرص حاشاهم هو نجس من الداخل، ولا وقد سمح إلهها كما في كتابها، هي التي تقول أنا ما أدري، بأن يصاب بالبرص لكي يعرف الناس عندما يراه أنه نجس. بالله هل هذا كلام إله؟ الحمد لله على الإسلام، والله الإسلام نعمة، إلهنا عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حصلت قصة في عهده أن صحابيا من الصحابة بن مسعود كان يتسلق على شجرة فانكشفت قدماه، فكانت قدماه نحيلة جدا، فضحك بعض الصحابة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال ألا إن رجلاه في الميزان كجبل أحد، هذه وزنها عند الله سبحانه وتعالى كبير، إن كنت تراها نحيفة فهذا لأنه مسلم، ولأنه من أوائل المسلمين، ولأنه محب لله ولرسوله، فهذا يجعله عظيما. هذا لا يجوز لك أن تتكلم وأن تسخر من رجله أو تسخر من شيء في جسده. شوف التربية النبوية وشوف ما تنقله هي عن كتابهم. إذا كان كتابهم لا يقول ذلك فليخرج القساوسة وليخرج البابوات عندهم وليقولوا وليردوا عليها. أنا لست مسؤولا عن كتابها لكي أرد عليها هل هذا الكلام في كتابها أم لا. هي تقول أن في كتابها الأبرص نجس، حاشا حاشا، هذا في ديننا
غير مقبول، هذا في ديننا مجرد نحافة الرجل لا يجوز أن تسخر عليها، فكيف بمرض، فكيف أن تسخر بإنسان لأنه مصاب بمرض؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعلمنا أننا لا نتعامل مع الإنسان على أنه والله هو جميل ولا مو جميل ولا في شيء في وجهه لا يعجبنا ولا كذا. يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، يعني ينظر إلى سلامة هذا القلب، السلامة هذه التي يبنى عليها عمل صالح. سلامة القلب تعرف من خلال العمل الصالح، لا من خلال الوجه، لا من خلال الشكل. قد يكون الإنسان هذا شكله لا يعجبك، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى إنسان مكرم. إنسان، وقد يكون الإنسان شكله جميل ولكنه عند الله سبحانه وتعالى لا قيمة له، لأنه معاد لله ولرسوله. شوف الدين السليم والدين الصحيح الموافق لفطرة الإنسان، الدين الذي يوافق الفطرة السليمة والعقل الصحيح، وشوف ماذا عنده. بل هي تجاوزت هذا الخط الذي لا يجوز للإنسان العاقل أيا كان دينه أن يتجاوزه، السخرية من المرضى، إلى أن تتجاوز خطا آخر، خط أحمر آخر متفق عقلا بين عقلاء البشر على أنه لا يجوز تجاوزه. اسمع ماذا تقول. بلس أنه إدلبي، يعني أنتو طبعا السوري بيعرف شو يعني إدلبي، يعني أهل النخوة، أهل الرجولة، أهل الكرم، يعني تلمح إلى شيء والله المستعان. عندنا في سوريا، وقد يكون هذا موجود في البلاد الأخرى أيضا، لكن أنا أتكلم عن بلدي في سوريا، كل مدينة من المدن مطالعين عليها سمعة، مدينة من المدن أهلها بخلة هكذا يقولون، مدينة من المدن أهلها نصابين، مدينة من المدن يقول لك كل عندهم لا تبات عندهم لأنهم سيغدرون بك، مدينة من المدن يقول لك هؤلاء يعني عندهم شذوذ كذا، مدينة من المدن هكذا. عندنا كل مدينة في أناس سيئون يريدون منا أن نتقسم مناطقيا، وكل أهل منطقة يكره أهل المنطقة الأخرى، وكل أهل منطقة يكون عنده حكم مسبق على أهل منطقة أخرى. هؤلاء الذين لا يريدون الخير في بلادنا ينشرون مثل هذه على شكل مزاح وعلى شكل نكات وما شابه ذلك. لكن بعد ذلك عندما يأتي إنسان يعد نفسه مبشرا بدين وتسمي نفسها الأم، هي تعد نفسها أما للنصارى، وأظن أن كثيرا من النصارى لا يتشرفون بها، يعني مع المفاصلة بين ديننا ودينهم، لا، في أناس يعني يحترمون أنفسهم ولا يقبلون بمثل هذا. فعندما تكون هي أم مبشرة بدين وتتكلم بهذه الطريقة، اعرف الخلفيات التي عندها، اعرف الخلفية الثقافية والخلفية الفكرية التي تجعلها تسيء إلى أهل منطقة كاملة، أهل بلد كامل. انظر ماذا ستقول. بلس أنه إدلبي، يعني أنتو طبعا السوري بيعرف شو يعني إدلبي، المعتر كونه أبرز الشيوخ الجوامع من هنا وصغير بيفتكروه بنت، فمحسوبكم يعني شي بتلاقيه على التخت متلقح، يعني محتارين، ما هن بدهم يزنوا ويعملوا لوات والقرآن بإيدهم، فبيطلع المنظر ولا أقرف من هيك بالعالم. شوف قلة الحياة وقلة الأدب وقلة الاحترام والكلام الذي لا يخرج من أسفه سفهاء البشر، والله الذي تراه في الشوارع الأزعر أو البلطجي أو ما شابه ذلك لا يتكلم بهذه الطريقة. هذه مبشرة يا إخوة، هذه مبشرة، هذه تبشرك بدينها. فتخيل أننا عندما نرى مثل هذه وبهذه الأخلاق وبهذا السوء، سنترك الدين العظيم الذي علمنا مكارم الأخلاق لنتبع دينها. هذه واجهة من واجهات الدعوة إلى دينها هذا، وتريد منا أن نترك الدين الذي الرسول فيه يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا رسولنا، ربنا تبارك وتعالى ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فأنت تسخر من قوم بناء على شكله، بناء على مدينته، بناء على اسمه، بناء على عائلته، هذه الأشياء لا يجوز للإنسان، هذه حدود، هذه خطوط اتفقت فطرة البشر على أن الكلام فيها سيء، تعيره بأهله، تعيره بفقره، تعيره بمرضه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هل من العدل أن تتكلم بهذه الطريقة؟ هل هذا عدل؟ أن تسيء إلى مشيوخ المسلمين وتقول إنهم يريدون أن يزنوا، أنه لأنه أبرص كانوا يظنونه بنت، تلمح إلى أشياء
هذه الأشياء يعاقب عليها في شرعنا، في شرعنا الذي يلمح إلى هذه الأشياء والذي يتهم الناس بالباطل بهذه الطريقة، هذا يعاقب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أليس من البغي أن تعير الإنسان بمدينته أو أن تسيء إلى أهل مدينة أساساً لا يوجد؟ إذا كان الإنسان من هذه المدينة له الشرف وله الفخر، مدينة عزيزة، مدينة جميلة، مدينة مليئة بأهل الخير، مع ذلك هي تسيء إلى أهل المدينة كلهم، تجعل انتسابه أو أنه مجرد أنه من هذه المدينة هذا شيء سيء، هذا من البغي. أن تسيء إليه بسبب مرضه وتحكم عليه بالنجاسة لأنه أصابه مرض. شوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرضى ومع الذي أصابته عاهة أو أصابه شيء. امرأة يعني كانت مصابة بالصرع، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أدعو لي، فخيرها، قال إما أن أدعو لك ويشفيك الله أو تكون لك الجنة، الجنة بمقابل هذا المرض الذي أصابك. ما قال يعني مثل هذا الكلام أنه هذا دلالة على نجاستك، لا، بل لها الجنة. حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أذى يصيب المسلم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت له كفارة أو إلا غفر الله له بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشوف كيف يتعامل مع الذين أصابهم أذى أو الذين أصابهم مرض، كيف يبشرهم وكيف يطمئنهم. عندكم أن يحكم عليه بالنجاسة؟ يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عن الأعمى ما سلبت كريمتيه إلا أثبته عليها الجنة. سلبت كريمتيه يعني عينيه، يعني بصره، هذا الذي سلب عينيه يثاب عليه الجنة. شوف مواساة الله سبحانه وتعالى الذي أصابه المرض أو أصابته العلة في الدنيا، كيف يواسيه الله، كيف يطمئنه الله، كيف هذا الحنان من لدن الله سبحانه وتعالى عليه. هذا ديننا الذي نفتخر به، الذي نعتز به، الذي علمنا مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه رسالة مني لأبناء دينها. إن كان هذا دينكم الذي تقوله هذه المرأة، إن كان في دينكم فعلا وفي كتبكم، فاتبعوا الحق، اتبعوا الحق الذي من عند الله الذي يوافق فطرة الإنسان. وإن كنتم ترون أنه ليس من دينكم وأنها لا تمثل دينكم أو أنها تسيء إلى دينكم، فعليكم أنتم أن تنزعوا أشواككم بأيديكم وأن تبينوا حقيقة هذه المرأة وأن تردوا عليها. ولكن بكل الأحوال أنا أنصحكم باتباع الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، باتباع مكارم الأخلاق التي تممها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيسى بن مريم من أعظم الناس أخلاقا، فإن أردتم أن تتبعوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فاتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بتمام الدين وبتمام مكارم الأخلاق. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون.